فمع منزلة جديدة من منازل الإيمان استرسالا وإتباعا لما نحن فيه من ذكر هذه المنازل والمقامات الصالحات التي عبر عنها الصالحون والعلماء المربون، عبروا بها عن السلوك الذي يسلكه المؤمن إلى ربه وعن رتب العبادة التي يكسبها العبد فيما يبذله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يبذله من توبة وتجديد للتوبة وجهاد نفسه في الله عز وجل. المنزلة هذه هي منزلة الإنابة، وهي من ألطف المنازل وأرفعها وأجملها عند الله عز وجل. قلت هي من ألطف المنازل بمعنى أنها منزلة ذات لطف، كأنها ذات خفاء لدقة معناها ورفعة شجاها ونورية بهاها الذي جعله الله سبحانه وتعالى لها، إذ يدخلها العبد ويتذوق روحها ويتذوق معناها، فلا يستطيع بعد ذلك أن يفارقها حتى يلقى الله عز وجل. نشرح أولا المعنى اللغوي للإنابة. أناب ينيب، فهو منيب كما قال الله عز وجل، وما يتذكر إلا من ينيب. فالإنابة من أناب ينيب، أي رجع يرجع، هذا المعنى اللغوي. الإنابة هي الرجوع، أناب فلان إلى المنزل رجع بعد خروج أو بعد سفر، فهو منيب أي راجع. ولذلك فلها علاقة بالأوبة وبالتوبة. نعم العبد إنه أواب. الأوبة أي العودة والتوبة، إلا أن بينها وبين التوبة عموما وخصوصا. فالإنابة نوع من أنواع التوبة وليست هي إياها على الإطلاق، لأن التوبة قد تكون من ذنب، وقد تكون لأول مرة، وقد تكون بطيئة، وقد تكون سريعة إلى آخره. فالتائب معتذر إلى ربه عن ذنبه. التائب مؤمن أو مسلم اعتذر لربه عن ذنبه وأقلع عنه وبدأ حياة جديدة، هذا هو التائب على العموم يعني. أما الإنابة فهي أخص من ذلك. الإنابة هي رجوع إلى الله عز وجل فيه صفتان. الصفة الأولى السرعة، يعني يسرع في العودة ولا بطء في الإنابة، فيها سرعة. ثم فيها أيضا محبة وشوق وحياء. فالمؤمن حينما يذكر أنه شرد عن الله قليلا، شرد أي بعد عن الله في موطن من المواطن أو فعل من الأفعال، فإنه يتذكر حبه لله وحب الله له، فيشعر حينئذ بالخجل. حياء، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ماشي، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره. فالعبد إذ يحب ربه ويجد نفسه قد شرد عنه قليلا يستحيي من فعله ومن شروده، فيعود إليه ينيب، حينئذ يحس بشوق شديد يدفعه إلى موطنه الذي كان فيه فيكون منيبا. لأنه لما قلنا في اللغة منيب هي راجع، أناب ينيب أي راجع يرجع، فيها واحد المعنى هو أنه كان تم. واحد الإنسان جاء للمسجد لأول مرة في حياته، ما يتقلوش رجع لأنه ما كانش هنا، هو عجع، كيتقال رجع للي كان هنا وخرج وعود رجع. فالمنيب يكون في الأصل عابدا لله، محبا له، قريبا منه، ثم يزل أو يشرد أو يفتر في سيره ويضعف عن عبادته، ثم يتذكر أحواله الخضراء السابقة التي كانت بينه وبين ربه، يتذكر هذه الأحوال ويشتاق إليها ويأسف، كيتأسف أنه ضاع له ذاك الجمال اللي كان عنده مع الله عز وجل في العبادة. ولذلك قال أحد الصالحين متأسفا عن أيام أو على أيام كان يعبد الله فيها بجمال، فقال وأسفاه على أيام البداية، أو قال وشوقاه إلى أيام البداية، يقصد بداية أيام عبادته. لأن العادة أن الإنسان حينما يبدأ العبادة يبدأها بشوق وبلهف وبمحبة ويكثر منها،
لأنه كان محروما منها قبل، فيجد لذة وراحة، ثم بعد ذلك قد يصاب بفطور، فيجد نفسه بعدما يفطر مشتاقا إلى إحياء تلك الليالي التعبدية وإحياء تلك الأيام التي كانت أيام صلاح وتقوى وفلاح. فحينما يعود مرة أخرى إلى ربه يعود ليذوق ما يعرفه لا ليذوق ما يجهله. رجع حمل الشوق لواحد الحاجة فات الذوق، وأكثر الشوق صدقا الشوق اللي يكون صادق هو ذاك الشوق اللي يجيك لواحد الحاجة فايت ضيقة في الأمور العامة، أمور الطعام والشراب وأمور النعم وأمور العبادات أيضا، فتسمى هذه إنابة. ولذلك إنما يوصف بالإنابة عباد الله الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أواه. قال العلماء في التفسير كثير التأوه، والتأوه يعني العبارة ديال آه، يتأسف. فكان يأسى على ما عليه أمر الناس من كفر وضلال. حليم يحلم بالناس، يعني يعطف على الناس ويرأف على الناس ويتأسف على الضلال ديال الناس، فكرف الهم للناس بواحد الشكل كبير. حليم أواه منيب كثير العود والأوب إلى الله ليجدد الذوق والجمال الذي كان يجده في طاعة الله عز وجل. وكذلك وصف الله عز وجل عبده داود: واذكر عبدنا داود ذا ليد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. هذه الصيغة ذكرتها من الآية لوصف الحال التي كان عليها داود عليه السلام. واذكر عبدنا داود ذا ليد، ليد جمع يد، وهي كناية في العربية عن القوة. فكان داود عليه السلام قوي، قوي بتقوية الله له طبعا بالمعنيين، قوي في العبادة. تعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان أيضا يقوم نصف الليل، فكانت له قوة في العبادة ما شاء الله. ثم أيضا كان قوي البنية، كانت يعني العضلات ديالو قوية لأنه كان حدادا، وألنا له الحديد، وكان كيصنع الضروع، يعني دوك الحديد اللي كيلبسوا المقاتلين في الزمن السابق. فكانت له قوتان، قوة بدنية وقوة معنوية. وسخر الله له الجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن، وهذا حقيقة ماشي مجاز، يعني أنه سبحان الله العظيم داود عليه السلام كان يسبح ربه بالعشي والإشراق، من العشية للعشية بلا صال. الأصال جمع أصيل، وهي اللحظة اللي كتبرد فيها الشمس بالعصر والمغرب، يعني كيسميوه العامة نص عصر التالي، يعني لأنه نص عصر الأول نصف الوقت من بين العصر المغرب قسموه على جوج، النص الأول كيكون سخون، النص الثاني كاين الشمس ذهبية باردة، هذاك هو الأصيل. في ذيك الوقت كان داود يجلس للتسبيح والتهليل والأذكار، وأيضا بالإشراق مع الشروق ديال الشمس وبعيد الشروق، بالغدو والأصال، بالعشي والإشراق. وفي هذه اللحظات بالخصوص سبحان الله العظيم كان الله عز وجل سخر الجبال كتعاود التسبيحة دياله، والطير، والطيرة محشورة كتجمع الطيور عنده، تأتيه من كل فج عميق وتجلس بين يديه تذكر الله بذكره وتردد ذكره، الجبال والطيور بأمر الله، كما قال في القرآن الكريم في آية أخرى: يا جبال أوبي معه والطير. الله عز وجل أعطى الأمر للجبال وللطيور أن تؤوب، تؤوب يعني تذكر الله عز وجل بمعاني الأوبة، يعني الإنسان اللي مشتاق يرجع لله عز وجل بالصلاح والفلاح. فكانت الجبال وكانت الطيور في منظر عجيب، وهذه من معجزات داود عليه السلام الذي كان أوابا، من معجزاته اللطيفة العجيبة. داود هذا عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مرة من المرات استفتي في قضية من القضايا معروفة: إن هذا أخي له 99 نعجة، الآية، فأفتى فيها بما أفتى، ثم تذكر أن هذه فتنة، يعني قال هذا اختبار اختبرني الله عز وجل به، فظن أنه أخطأ في طريقة الحكم، قيل
أو قال بعض المفسرين هو افتب لما يسمع الآخر، لأن القاضي كيسمع من جوج. والشاهد عندنا هو الإحساس ديال داود عليه السلام باش حس. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فاستغفر ربه، اعتقد وخطر بباله وظن أن ما وقع له فتنة وأنه كأنه أذنب وضاعت منه حاله الجميلة التي كانت عنده قبله من تسبيح الذي تسبح به الجبال وتسبح به الطير، وخاف من المكان دياله ومن الحال المشرق من الجمال التعبدي يضيع له. فأسرع، هذا الدليل على الإسراع، مش يجري بتوبة مسرعة باستغفار مسرع يملأه الشوق إلى حاله ويملأه الخوف أن يضيع منه ما كان له. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. تعبير القرآن الرباني عجيب، خر في هذا السياق هذا وليس في غيره، في هذا السياق تدل على كمال الخضوع لله عز وجل. إذا بغينا نشرح هذا خر، يخر خرا بالدرجة، هي راب، خر البناء أو خر السقف من القواعد، يعني راب السوار ديال كيطيح طيحة واحدة. فإذا ركوع داود وخضوعه بحال راب، فيه سرعة وفيه شوق شديد. فخر راكعا وأناب، هذه هي الإنابة، فهي فعل الصالحين الذين ذاقوا طعم الإيمان قبل، الذين ذاقوا حلاوة الصلاح والفلاح والتقوى قبل، واللي ذاق كيكون فعلا فيه شوق يرجع. الذي ذاق الحلاوة كما كنقولوا بالدريجة كيرجع لها بسرعة. فهؤلاء ذاقوا حلاوة أخرى، ليست حلاوة أرضية بل حلاوة روحانية ربانية كمالية نورانية. ولذلك فلا يجد المؤمن نفسه إلا راغبا في الإنابة إلى الله عز وجل. فغفرنا له ذلك، الله ربي عز وجل غفر له ذلك الشيء الذي ظنه في نفسه. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى الجنة الرفيعة العالية، وحسن المآب الخيرات التي تنتظره في الآخرة. ولذلك قال عز وجل في الزلفى وفي الإنابة نفسها في سياق آخر في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت، هيئت بجمالها وكمالها هدية وعطية من رب العالمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب. أواب كيرجع حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الإنابة، فالإنابة خاتمة الجمال وتاج الكمال في عبادة الله عز وجل. الإنابة شيء جميل جدا وعجيب جدا أن الإنسان يسلك إلى ربه بقلب منيب. فتوبته تكون لها خصوصية، ليست كأي توبة، ماشي ديك التوبة البطيئة ليوم غضاء بعد غضاء، أو يجي فيه كسل ويحس بتعب في العبادة أو بالذكر أو، بل هي توبة يملأها الفرح ويملأها الشوق ويملأها الأسى والأسف على ما ضاع منه من جمال العبادة التي كانت له، كيتأسف على اللحظات اللي فلت فيها وضيع فيها ذاك القرب اللي كان عنده من الله عز وجل. فعودته هي عودة المشتاق، عودة الذي ذاق ما ذاق قبل فيعود إلى ما يعرف لا إلى ما لا يعرف. وهذا هو العارف بالله حقيقة. العرفان بالله والمعرفة بالله هي هذه معرفة الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين من هذه الأمة. فهذا الجمال العجيب الذي في الإنابة يحتاج المؤمن لتثبيت سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى تعلمه، لأنه من أضمن وسائل التثبيت لتخليك ديما في طريق الله تعالى أنك تعلم كيف تنيب إلى ربك، كيف تكتسب قلبا منيبا حتى تلتحق بالصالحين، حتى يكون فيك وصف من أوصاف الأنبياء والصديقين كما وصف الله إبراهيم عليه السلام وداود وغيرهما من النبيين والصديقين. وهي منزلة متاحة لكل الناس، الأنبياء هم في أعلى درجاتها، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أول المنيبين طبعا وسيدهم، ما في ذلك شك. ولكن الله سبحانه وتعالى الرحيم، الرحمن الرحيم بهذه الأمة، أعطاها إمكانات وجمالات وكمالات ممكنة لكل من تصدق نيته في قلبه ويجتهد لنوال ذلك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
قبل هذا إنما تحدث الله عز وجل عن الإنابة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا عام، خطاب عجيب، لكل عبد كل شيء مشروط يكون منيب، فهذا دال على أنها منزلة متاحة للناس أجمعين. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فالمؤمن المنيب وما يتذكر إلا من ينيب، والمؤمن يتذكر كل شيء في الكون. هذه وسائل ديال التعلم كيفاش نكتسب هذا المقام وهذا المنزلة ديال الإنابة. من أول وسائلها ومن أهم وسائلها التذكر، وما يتذكر إلا من ينيب. تبصرة وذكرى، ذكرى يعني تذكيرة تتخليك تفكر وتدبر، والتذكر يحصل بأمرين، الأمر الأول التدبر والأمر الثاني التفكر. فأما التدبر فلا يكون إلا للقرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ليتدبروا آياته. تدبر حينما تقرأ كتاب الله عز وجل قليلا أو كثيرا، حاول وتعلم أن لا تقرأ قراءة الغافل، أن لا تقرأ قراءة الهاجر، لأنه كيقرأ بنادم كيكمل كيسد المصحف ويمشي، لا، هذا ليس بتدبر، بل تعلق بالآيات التي في الكتاب، تعلق بها من اللي تسد المصحف تمشي في الطريق وهي في بالك خدامة معك وانت خدام معها، تنظر في تنزلها على نفسك، لأن تدبر الأمر يتدبره نظر إلى عواقبه، هذا معنى التدبر. تفعل نظر إلى دبره يعني الخير دياله شنو غيوقع من بعد. فالآية حينما تنظر إلى أدبار الآيات يعني أنك تنظر إلى آثارها، آثارها في النفس، في النفس ديالك وفي المجتمع. فخذ من القرآن كل شيء وتثبت بالقرآن في كل شيء، تكون متدبرا بإذن الله عز وجل. واجعل نفسك أنت موضع خطاب لكتاب الله، اجعل نفسك موضع خطاب لكتاب الله، أي كأن الله عز وجل مشي كأنه، بل إن الله يخاطبك أنت بالذات. وهذا صحيح ما يجيكش البالك، وقد قلت هذا مرارا وهذا مشكل كيوقع لنا نفسي، ما يجيكش البالك أنه فقط هذا القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام وكفى. نزل على محمد نعم، ولكن لماذا؟ لأنه رسول للناس أجمعين وأنت واحد من الناس، وهذا ينتج عنه باللزوم أنك معني بالخطاب القرآني في نفسك، والله عز وجل بقدرته العجيبة يخاطب الناس أجمعين بكتاب واحد، أنت والآخر وأنا وكل الناس. فحينما تقرأ القرآن في نفسك لنفسك فاعلم أن الله يخاطبك في خويصة نفسك كما يخاطب الآخر والآخر والآخرين. فاجعل القرآن تتنزل أحكامه على نفسك، تما غادي تبدأ تبلك نفسك كي دايرة، الميزان ديالك غيبلك، المرايا ديالك الخاصة والحقيقية تبقى تبلك الصورة ديال نفسك على الحقيقة ديالها، فين عندها القوة وفين عندها الضعف، فين فيها الغش وفين فيها الصلاح، بينك وبين راسك. الله سبحانه وتعالى يخاطبه وأنت تسمع وأنت تتدبر الآية وكتشوف نفسك من خلال القرآن الكريم. والقرآن الكريم قسم الناس، جعل الكافرين وصفاتهم، وجعل المؤمنين وصفاتهم، وجعل المنافقين وصفاتهم، قسم أقسام، وفي المؤمنين مراتب، وفي الكافرين أيضا مراتب، وفي المنافقين مراتب. ونبه المسلمين إلى صفات هؤلاء وهؤلاء وأولئك، وانظر إلى هذه الصفات، ماذا في نفسك منها وماذا في نفسك ليس منها. شحال من صفة ذكرها الله في المؤمنين أنت ما عندكش، وشحال من صفة ذكرها الله في المنافقين فيك منها شي حاجة. هذا تدبر القرآن في النفس وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. تنزيل أحكام القرآن على النفس وفي علاقاتك مع الناس وفي علاقتك قبل ذلك مع ربك. تدبر القرآن الكريم كيخلي النفس تحس باليقظة، كتفيق، تصاب بالهلع، وكتعرف راسك باللي راك ما بقيتش في موضعك اللي كنت فيه إن كانت لك أحوال من الصلاح، فتهب مسرعا ومنيبا إلى الله عز وجل. فإن داب حالك على هذا تقرأ القرآن كل مرة، وينبغي أن تقرأه كل يوم، تعيش معه كل لحظة،
وما تفرقش القرآن الكريم ولا يوم واحد، ولو ضاقت بك الأحوال والظروف وخط الله غير آية واحدة وما تتركش القرآن الكريم ولو آية واحدة، شدها في واحد النهار تدبرها عيش معها وسير خدم بها، تعطيك الخير وتبين لك أشياء كثيرة وتكسب منها، وهذا هو المهم، تكسب منها صفات جليلة تربي بها نفسك وتترقى بها في مدرج ومرتبة تؤهلك لسير مبارك إلى الله عز وجل. أما التفكر فهو النظر إلى الكون وإلى العوالم، وهو نتيجة للتدبر، لأنه من اللي تبدأ تقرأ القرآن وتدبر القرآن، القرآن يلوحك الفضاء الواسع سبحان الله العظيم، لأنه كتاب لا يتحدث عن جزئيات قليلة وحسب، بل يتحدث عن الكون كله، وكيتكلم عن الإنسان بصفته كائنا كونيا، وهذا كيغيب بزاف على البال ومهم جدا. يعني كلام الله عز وجل في القرآن الكريم عن الإنسان ماشي كيتكلم عليك أنت أفلان بصفتك ساكن في مكناس في الحومة الفلانية في المكان الفلاني وعندك المشاكل الفلانية، هذا تجده في نفسك حينما تقرأ القرآن، ما في ذلك شك، ولكن كيرفعك الواحد الدرجة كبيرة ينتشلك من جزئياتك لتشعر بالعالم كله بل بالكون كله. يعني بلادم كيكون غارق في الجزئيات اليومية بحال لا مليوح وطايح في بير، لما تقرأ القرآن كيخرجك من هذاك البير اللي هما المشاكل ديالك الصغيرة ويخرجك المشاكل الكبيرة، يعني القضايا الكبيرة ديال الكون، ويخليك تنظر للحياة كلها للبدء، كيف بدأ الكون وكيف بدأ الخلق وللمصير، ويخاطبك ويقول لك الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كثير من الأحوال بنادم قاع ما يشوف السماء، علاش صارته الدنيا الصغيرة السماء واسعة؟ شيء عجيب جدا أن يكون السقف الذي فوقك أنت ككائن كوني، فين ساكن؟ ماشي ساكن في الكناس، ساكن في الكون، صحيح ساكن في الكون، والله خاطب الإنسان بصفته كائنا كونيا من البداية، من البداية منذ أن قال عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات الكون كله والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان كائن كوني عايش مع السماوات مع الجبال مع الأرض ومع سائر الكائنات، وتميز عن ذلك كله، تميز يعني صار له واحد الميزة واحد المكانة عند الله أكثر من ذلك الشيء كامل، وهو صحيح، بل أنور الخلق وأسفل الخلق اللي هم الملائكة حينما تحمل الإنسان الأمانة أسجد الله الملائكة له، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولما يتكلم الله عز وجل على الإنسان كيتكلم عليه باسم الجنس، يعني اسم الجنس يعني كل بنادم من آدم إلى آخر من يكون، والمسؤولية ما تحملهاش غير بنادم بوحده بل تحملها الإنسان وحملها الإنسان كله، أنا وأنت والآخر والآخر، وكلنا محاسب على هذه الأمانة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الله تعالى قال لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ردوا البال. فهذه شهادة شهدها الإنسان في عالم الذر، عالم الذر من ذرياتهم ذرياتهم. علاش تسمت الذرية الذرية؟ الذرية في العربية ذرية، هذه نسبة، لياء النسبة منسوب إلى الذرة، والذرة هي النقطة الصغيرة لما كتشف شيء بالعين. فأبناء آدم كلهم إلى آخر من يكون خاطبهم الله تعالى لما كانوا ذر في آدم في ظهر آدم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فإذا الإنسان كله تحمل المسؤولية فطرة، وهذا كيبان بالتأكيد أن كثير من الناس سبحان الله العظيم يدفعوا التوبة وجدانات نفسية ما كيعرف ماله بوحده كيشعر بأنه خصو يجي يجري للجامع يتوب إلى الله عز وجل. الفطرة التي فطر عليها، هذه الشهادة الذرية القديمة هي اللي تحركت فيه، كل مولود يولد على الفطرة، هذه هي الفطرة. وكثير من الكفار من النصارى يبحث 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 إلى ربه ده كيلقى الإسلام سبحان الله ويجي، ما الذي أعجبه في الإسلام والمسلمين حالتهم ما فيها ما يتشاف؟ نطقت فطرته في داخله، تحركت عوالم الذرة في وجدانه فقادته إلى الشهادة الأولى وجاء إلى ربه، بل عاد إلى ربه وآب. تفكر في الكون كيخليك ترتبط برب الكون،
التفكير في الكون يخليك ترتبط برب الكون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما فيها شقة ما فيها تقبى وما لها من فروج. الخرق اللي يتكلموا عليه العلماء الآن، بنادم هو السبب، ودائما بنادم في البيئة بصفة عامة هو سبب الفساد. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، كل ذلك تبصرة فعل لإجله، يعني على هذا الشيء علاش قاع غير ليك أنت، تبصرة باش تشوف هذوك هما النظر باش تشوف مزيان، تبصرة شوف الكون، شوف السماوات، شوف النجوم، شوف الجبال، شوف نفسك، شوف الكائنات كلها، وتبدا تشوف مزيان. الا باغي تقوي النظر ديالك حقيقه، النظر ديال البصيره، انها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الا باغي تقوي النظر ديال البصيره شوف هذه الاشياء تبصيره وذكرى، وتذكر مزيان. لكل عبد منيب، وما يتذكر في الايه الاخرى، وما يتذكر الا من ينيب، اللي في القلب دياله شوق للرجوع سريع يقود إلى الله عز وجل. شيئان مهمان يعلمان المؤمن كيف يكون منيبا، كيف يكتسب منزلة الإنابة اللي هي منزلة الأنبياء، منزلة إبراهيم، منزلة داود عليه السلام، منزلة محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الأنبياء أجمعين الصلوات والسلام، منزلة الصالحين، منزلة الصديقين، منزلة العباد الأوابين المنيبين، منيبين إليه. لكل عبد منيب. والله عز وجل لما يبغي يشعرنا بالمحبة يخاطبنا بعبد، سبحان الله العظيم. تعبير القرآني لما يبغي يشعرك بالمحبة ويقربك يقول لك عبد، نعم العبد إنه أواب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما سماش سميته في هذه الآية، سماه بأحب الصفات إليه عز وجل. أحب الصفات عند الله عز وجل تكون في الإنسان هي صفات عبد. لما جاء هذاك الملاك، الحديث الصحيح، في خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وبعد ذلك قالوا أهل الشمائل، يعني اللي كيوصفوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق دياله، بعد ذلك كان، وقبل ذلك كان يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، ديما تواضع لله الواحد القهار. هذه العبودية هذه هي منزلة ديال المحبة. لا يكون العبد عبدا إلا إذا كان محبا لربه، محبوبا عند ربه. لكل عبد منيب، هذه المنزلة يشعر فيها الإنسان ويشم رائحة الجنة. هذه بشرى قرآنية، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. شوف التعبير، سبحان الله، غير بعيد، قريب جدا. إذن وأزلفت، هيئت، حضرت بكل أصناف الكمال والجمال للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب، لكل نبي ولا إنسان عادي، لكل أواب حفيظ. أوبة يعني العودة، والحفظ يحفظ العهد، حافظ العهد ما يضيعوش، ميثاق. لكل أواب حفيظ يحفظ العهد الذي بينه وبين ربه، ولمش ينسى يسرع في الإنابة. إذن من خشي الرحمن بالغيب، ومن أجمل الأشياء في الإسلام، من أجمل الأشياء في الإسلام الإيمان بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب، هذه كلها صفات ديال المنيبين، وجاء بقلب منيب، مما يدل على أن الإنابة إحساس قلبي، وجاء بقلب منيب. والقلب محل العواطف والأشواق والحب، بقلب منيب، لأنه في البداية قلنا المنيب هو تائب تحمله الأشواق والمحبة، ولذلك القلب هو الذي ينيب. وجاء بقلب منيب، القلب دياله هو اللي صيقه، هو اللي جيبه. ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهذا منيب، ينيب إلى ربه، منيبين إليه. قلت من أجمل الأشياء في الإسلام الإيمان بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، لأنه لا يخشى الرحمن بالغيب إلا من يتذكر، ولا يتذكر إلا من ينيب. كيف ذلك؟ شوفوا سبحان الله العظيم، الأحاديث والآيات القرآنية أيضا قبل ذلك كتخبرنا بأنه اللحظة اللي كتقوم فيها الساعة لا جعلنا الله من أهلها، لأنه في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله. اللحظة اللي تقوم فيها الساعة
عدد ديال الناس أو ربما كل الناس غادي يقولوا آمنا بالله، غادي يسلموا، فلا يقبل منهم حينئذ إيمان. طف توحد من تقبل منه الإيمان. وكذلك إذا جاءت العلامات الكبرى، ثبتت الأحاديث في أنه إذا جاءت العلامات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها، حال هذه الأمور هذه ما كتبقاش ديك الساعة الفرصة ديال الإيمان بالله والعياذ بالله، أو اللحظة اللي الإنسان يشعر فيها بالموت، راه كيموت، ما كتبقاش اللحظة ولا الفرصة ديال الإيمان كما حصل لفرعون في غرقه. وأي إنسان غرغر فلولا إذا بلغت الحلقوم، لما توصل الروح أو تبدأ فيه الموت بشكل فعلي، هذه الساعة إذا ما كانش عنده إيمان سابق لا ينفعه الإيمان في هذه اللحظة، فإنما ينفعه الإيمان السابق. أما من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأحاديث كثيرة بصيغ مختلفة، هذا بالنسبة للمسلم. أما غير المسلم كافر اكتشف الموت شدت فيه عاد كيقول لا إله إلا الله، فهذا لا يقبل منه إيمانه حينئذ. لماذا؟ علاش هادش؟ لأن الإيمان اللي مطلوب مطلوب يكون بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هي الأولى. لأن الإنسان حينما يغرغر أو حينما تقوم الساعة وهو يرى، ما كيبقاش عنده الإيمان بالغيب. علاش؟ لأنه لا كيشوف بعينه. الإنسان إذا حضرته الوفاة يرى ما لا يراه الأحياء. الناس اللي ما جاتهمش الموت ما كيشوفوش داك الشيء اللي كيشوفوه داك اللي جاتو الموت، يرى ما لا يرون. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. واللي قمت عليه الساعة والعياذ بالله كيشوف الساعة كتقوم بعينه، كيشوف الأمور تبدلت، القمر انشق، النجوم تشتتت، حتى واحدة ما بقاتش شادة بلاصتها، وقع اختلال في التوازن ديال الكواكب والنجوم والمجرات، أو يشوف الشمس تقلبت طالعة من الغروب والعياذ بالله، يشوف أمور غريبة ما بقاش تما عالم الغيب، ولا كيشوف الحقائق بعينه. الله عز وجل طلب منه أن يؤمن به قبل أن يرى هذه الأشياء. والامتحان إنما هو امتحان لما تآمن قبل ما تشوف، ماشي حتى تشوف. ما يمكنش تعطي الواحد التلميذ امتحان وتقول له كذا وكذا من الأسئلة، تعطيه أسئلة وتعطيه الدفتر تقول له هاك هالجواب هنا نقول منه، هذا مش امتحان. فخصك تعطيه الامتحان بالغيب، سد عليه الدفتر ولا سد عليه المصحف قول له عرض، هذا غيب، هذا امتحان حقيقي. وإنما خلق الإنسان وأنزل إلى الأرض للامتحان، فالامتحان إذن كيكون بالغيب. ولكن ربي عز وجل ما أعطناش الأسئلة اللي فوق الطاقة ديالنا، ردوا البال، إنما أعطانا الامتحان اللي في الطاقة ديالنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهي تبصيرة، باش تشوف ولكن بعين البصيرة، وذكرى بالتدبر والتفكر لكل عبد منيب. وواجب عليك أن تبحث عن خالقك، واجب. كما قلت مرار، الإنسان الذي فقد أخاه أو أمه أو أباه كيمشي يدي عليه في الأرض، يقلب عليه ويفتش عليه وما يخلي ما يسول عليه، ولكن ما كنسولوش على اللي خلقنا. والمؤمنون الصالحون من هذه الأمة من الصحابة الأوائل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالقهم، وأجابهم خالقهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل عن الخالق سبحانه وتعالى، نسأل عنه لنعبده. كيف نسأل عنه؟ نبحث عن أسمائه وصفاته، نبحث عما يجعلنا نعرفه أكثر وأكثر. مطالبون أن نتعرف على ربنا، تعرف على الخالق سبحانه وتعالى والتعريف به، نتعرف عليه ونعرف به مطلوب. والله عز وجل عرف بنفسه وبذاته سبحانه وتعالى، عرف أول ما عرف الأنبياء عرفهم بذاته من خلال الوحي، كما قال عز وجل لموسى عليه السلام حينما خاطبه، أول ما خاطبه بجانب الطور ليمن، قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تعريف، الله عز وجل عرف بذاته، قال له إنني أنا الله، وأعطى صفة لذاته، الصفة الشاملة اللي هي لا إله إلا أنا سبحانه وتعالى. ولذلك كانت شهادة الإسلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فإذن التعرف على الخالق يجعلك تعرف جماله وكماله وأنواره
تتذوقه، تراها ببصيرتك، أن تعبد الله كأنك تراه. لما تعرف هذه الأشياء ستجد في قلبك محبة للخالق عز وجل. وإن وجدتها حقيقة فلا تكون توبتك بعد إلا إنابة. لذاق المعرفة الربانية التوبة ديالو تكون إنابة من الطراز العالي من التوبة، توبة الصديقين، توبة الأنبياء، توبة المحمولة بالمحبة والشوق إلى الملك الكريم، إلى الرحمن الرحيم. ماشي عبث أن الله عز وجل تحدث على هذه الإنابة في القرآن الكريم مرارا بصيغ مختلفة، بصيغة الفعل وبصيغة اسم الفاعل وبصيغة الفعل بأشكال مختلفة. شيء عجيب جدا، لأنها حركة وجدانية. وما يتذكر إلا من ينيب، فعل منيبين إليه اسم فاعل، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، هذا فعل في الماضي. علاش كنقول هذا الشيء؟ ماشي باش نتكلم في النحو ولا في الصرف، لا إطلاقا، لأن الأمور اللي فيها الاشتقاق كتدل على الحركة. بغي نعطيها هذه النتيجة اللي هي مهمة إن شاء الله. ما معنى الحركة؟ يعني أن المؤمن في الطريق دياله لله ماشي جامد، متحرك بتوبة متجددة، لكن بواحد النوع اللي هو الإنابة. هذا الإنابة صفة ديال الصالحين، صفة متحركة، يعني ديما كل مرة ينيب إلى الله عز وجل، وجاء بقلب منيب، ديما إنابة مستمرة متحركة، وهي حركة وجدانية، حركة كاينة في القلب وجدانية يحس بها الإنسان كما يحس بالشوق في قلبه، وجاء بقلب منيب. فهاد الحركة الاشتقاقية كتدل على حركة وجدانية. ولذلك قلت ماشي عبث أن الله عز وجل فصل في هذه الكلمات وفي هذه الصيغ بأشكال مختلفة، خص بها الأنبياء وعم بها عباده الصالحين ذوي القلوب المنيبة إليه. الإنسان المؤمن إذن بهذه الصفة كيكتسب جوج الأمور كيعونه على طريق الله عز وجل. الأمر الأول أنه يتعرف على ربه، وهذا رأس المال دياله في العبادة، رأس المال دياله في العبادة أنه يكون أعرف بربه من غيره. هنا مع الأسف لا يبعد عن الله إلا جاهل بالله، والله ثم والله لو الجاهل بالله عرف ما لله من مقام لما تخلف عن اللحاق بالصالحين. ولكن جاهل بالله إما عن غفلة وضلال، وإما عن كبرياء ما رضيش يتعلم طريق الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله يدخل في المغضوب عليهم. أما المؤمن فكلما ازداد معرفة بالله ازداد رفعة وازداد محبة في الله، لأنه كيعرف غير الخير، وكيعرف الجمال والكمال، ويعرف النور، ويعرف أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى ولذاته بكمالها وجلالها. هذا الشيء كيخلي الإنسان يزداد محبة في ربه. النتيجة أنه حينما يتعلق قلبه بالله عز وجل يأنس به، كيولي مونس بالله سبحانه وتعالى، عمره ما يتصب القنط واليأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قنوط يعني بنادم العياذ بالله قطع الياس من الأمل ديالو في الدنيا وفي الحياة وفي الآخرة، القنوط. والمؤمن ما يقنطش من رحمة الله عز وجل. علاش؟ لأنه له معرفة بالله، والعارف بالله يأناس به، مونس، ما يحس شيء بالوحشة ولا بالغربة ولا أنه وحده مقطوع من شجرة، أبدا ما يحس شيء بهذا الشيء، وإنما كيحس بأنه ربه كريم وملاه كريم، راه يراقبه ويعطيه ويرعاه في كل وقت واحد. إلا انت نعست مولاك ما نعش، وإلا انت عييت مولاك ما عياش، راه يخليك ترتاح من اللي تعود تنضها هو يرعاك، فهو يرعاك في نومك ويرعاك في يقظتك، ويقبلك في قوتك ويقبلك في ضعفك سبحانه وتعالى. فهذا الملك الكريم المؤمن يجد به ومعه أنسا كتونس، هذا اللون، ويخليك فعلا مشتاق ديما لجديد التوبه وجديد العمل الصالح، وتبقى ثابت على الطريق باذن الله عز وجل. يعني لما تكون الزلات وتكون الغفلات كتكون عندك الانابه، يعني العوده ديك التوبه من هذا النوع السريعه المشوقه المملوءه بالمحبه. الثاني اللي كيكون نتيجه لهذا الامر ديال الانابه او لهذا المنزله، ان المؤمن يشعر باخوه الكون، وهذا الشيء عجيب جدا ايضا. كيشعر الانسان بالاخوه ديال الاشياء اللي خلقها الله، كل شيء كيولي خوك، مش غير بنادم، بل تشعر بأخوة الجبال وأخوة الأشجار وأخوة الأحجار والرمال والمياه والأسماك والطيور والنجوم والكواكب. علاش؟ لأن كلها
كدير الخدمة ديالك. كل له أواب. وهذاك النموذج اللي اعطانا ربي عز وجل في الآيات التي تحدث فيها عن داود: يا جبال أوبي معه والطير، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة. هذا ماشي يعني غير هادو بجوج اللي كانوا كيسبحوا مع داود، لا، كل شيء كان كيسبح، وإنما هادو بجوج كان داود كيسمعهم يسبحوا وكيقولوا الكلام اللي كيقولوا حتى هو، فكر كيحس بلوناسة معهم وبالأخوة ديالهم، وإلا فكل شيء من الخلق يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. في التسبيح الكوني كلي، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالذي حصل أن الله فقاها داود تسبيح أمرين: الجبال والطير، والأخرين بقوا داخلين ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الأمور الأخرى: تسبيح النجوم، تسبيح المياه، تسبيح الأشجار، تسبيح الأسماك، بقوا داخلين في هذه الآية بالنسبة لداود، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن أعطاه ربي جوج الخاصيات: فقه في تسبيح الجبال، وفقهه في تسبيح الطير، كما علم سليمان أيضا منطق الطير. هذه آيات ما جاتش غير باش يحكي لنا الله عز وجل يعني قصة، ما كيناش القصة من أجل القصة غير باش يسلينا، يعني باش ندوز الوقت تسلية، ما كيناش في القرآن. القصص القرآني حكم، كيعطيك الله تعالى الموجود بالقوة كيعطيه لك موجود بالفعل. أنا نشرح هذا الكلام هذا، يعني طبعا كاين ناس بزاف اللي ما يبان ليهمش هذه التصطيحات، استعملوها علماء الكلام. التسبيح اللي تكلم عليه الله عز وجل يعني إحنا ما كنسمعوش ما كنشوفوش، تسبيح الكائنات، كيف أن هذه السارية تسبح خالقها، وأن هذا الخشب يسبح خالقه، وأن الجبال والطيور والأشجار والمياه والأنهار. ربي عز وجل بين لنا من خلال قصة داود عليه السلام نموذج لهذين التسبيحين، وأشهد على ذلك عبدا من عباده الصالحين، هو العبد الأواب داود، شهدوا على هذاك التسبيح بودنه. اسمع: فكان لنا من قصة داود سماع، تحنا سمعنا من خلال سماع داود، ما دام أن واحد من البشر بل من صالحي البشر سمع، وربي عز وجل أقرأ لنا ذلك السماع يعني بلغوا لنا من خلال القرآن الكريم، فكنشعروا سبحان الله. أي واحد هذه تجربة نفسية وجدانية لما يقرأ هذه الآية هذه كيبدأ يجيه البال صورة يحس بها كأنه يسمع الجبال يسبحنا والطير. والتعبير القرآني لطيف هنا بهذه العبارة ديالو يسبحنا، لأن يسبحنا إنما كتقال الجمع المؤنث السالم، زعما يعني للنساء العاقلات، البنادم اللي عنده العقل يسبحنا، والجبال تهما قال لهم يسبحنا، مع أنه تعبير في الأصل اللغوي تقال تسبحوا لأنه جامدات، ولكن قال يسبحنا لأن هذا مرة مع داود كيتكلموا ولاو بحال بنادم يسبحنا. هذه يسبحنا تقال غير النساء، ما تقالش للجبال، ولكن الله عز وجل استعملها كما قلت لأنها عاقلات، ماشي عاقلات بالنسبة لنا احنا، أما بالنسبة لداود فهي عاقلات، تعقل ما تقول وتقصد ما تقول وتعبد الله عز وجل بما تقول. فقال يسبحنا والطير محشورة، يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة متجمعة كأنها في صلاة جماعة، أو كأنها في نسك عجيب بين يدي رب العالمين تؤنس داود. أش كيوقع للإنسان؟ كيوقع للإنسان الذي يذكر هذه المنزلة أنه إذا أحس بمثل هذه الأشياء كتولي شعر بأنه الجبال والطيور والنجوم كل شيء إذن يسبح، كما أنت أيضا تسبح، إذن ماشي بوحدك، فأنت واحد داخل جماعة كتحس بالأخوة ديال هذه الكائنات، كل شيء أخوتك، أخوة في الخليقة لأن الله خلقها كما خلقها، وأخوة في العبادة، وهذه أخوة أرقى وأعلى، لأن حتى بالبشر الأخوة في العقيدة أقوى طبعا من الأخوة في الدم، وكنضحيوا بالأخوة في الدم إلى تفرقت العقيدة، لما يكون الأخ واحد مؤمن والأخ ديالو كافر ما بقات أخوة ديك الساعة، كتبقى الأخوة في العقيدة كتقضي عليها. ولذلك العلاقة اللي بينه وبين الكائنات مزدوجة، علاقة في الخلقة، ربي خلقهم احنا خلقنا، الخالق واحد، هذه علاقة مهمة زكتها العلاقة في الدين، تهما مسلمين وإحنا مسلمين، فلما كتلقى الأخوة في الدم أو في الخليقة مع الأخوة في العقيدة كيكون العلاقة قوية بزاف. ولذلك مأمور الإنسان في الصدقة باش هي صلة،
صدقة صلة تعبدية باش يعطيها المقربين أو لا، كتولي العلاقة قوية أكثر وأكثر، لأنك صلت رحيما وهدي فيها عبادة وفي نفس الوقت تصدقت وفيها عبادة، فتحولت العلاقة الدموية أيضا هي الأخرى إلى عبادة. عمر الإنسان ما يقنط إلى خرج الطبيعة وجلس بوحده، ما قال شيء بوحده، هو مع إخوانه من الكائنات بين يدي رب واحد مالك لكل شيء، خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل سبحانه، مقابل كل شيء، انت وانا والاخر والاخر. فلا يملك المؤمن إذن إلا أن ينيب إلى خالقه، إلا أن ينيب مشتاقا إلى مولاه، راغبا فيما عنده من جمال الجنان. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قلنا قبيلة المؤمن اللي ينيب، ينيب إلى الله، ينيب وهو يحس أن رائحة الجنة من هناك تجذبه، يولي مجذوب إلى رائحة الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وحينما يأتي المؤمن بقلب منيب يأتي متدفقا، لأن القلب ما كيعرفش يمشي بشوية، صحيح، لأن القلب محل ديال العاطفة، والعاطفة ما كتعرفش شيء بشوية، إنما تتدفق. المحبة تكون قوية جارفة، عطف الأم على ابنها ووليدها كتكون عاطفة قوية جارفة. فكذلك الذي يرجع إلى ربه ما كيعرفش يرجع بشوية، لأن القلب اللي راجع فيه كيرجع بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وداود الركوع دياله ما كانش ركوع عادي، وخر راكعا راب وأناب، لأن قلبه قاده إلى مولاه. خلاصة الكلام الذي نختم به هذا المجلس الكريم، أننا في الحقيقة ينبغي أن نتدبر مثل هذه الآية، نرجع كاملين إن شاء الله الرحمن الرحيم للقرآن الكريم، لأن كل هذا الشيء السيروت دياله هو القرآن الكريم. ما يمكنش تمشي للكون حرفي، مستحيل، لأن الكفار مشوا للكون، وصلوا للضلال، وصلوا للإلحاد، قالوا لا إله والحياة مادة، يلقى حجرة حجرة ما فهم فيها والو، قال ما كاينش الله. فالكون بوحده ما يوصلك لوالو، ادخل إلى الكون ولكن من باب القرآن، تشوف ديك الساعة بعينيك، تشوف بعينيك، هذا كلام الله، تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب، تشوف حينئذ ترى ما لا يراه الآخرون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر، هذا التذكير، وما يتذكر إلا من ينيب. فإذن باب لدخل منه القرآن، لنرجع إذن إلى القرآن الكريم، نبحث عن مواطن الإنابة. القرآن كل خير، كل بركة، ولكن يجوز أن الإنسان يمشي للمضع اللي تعلق قلبه بهم بادئ الأمر. وتحدثنا الآن عن الإنابة، ارجعوا لسورة قاف التي ذكرت في هذه الآيات، ارجعوا لقصة داود عليه السلام ذكرت في آيات كثيرة من بينها سورة صاد وغيرها كثير. نرجع إذن إلى سورة هود أيضا، صور كثيرة على كل حال، يعني قصة داود عليه السلام. نرجع إلى كل الآيات التي فيها التدبر والتفكر، أفلا يتدبرون القرآن، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وخذوا هذه الآيات وقرأوا بهم الكون، فالكون يقرأ كما يقرأ القرآن الكريم، الكون يقرأ كما يقرأ القرآن الكريم. ومعنى قراءة الكون يعني أنك تجمع عناصره لتسلك من خلالها إلى خالقها، لأنه قلنا مرة سابقة قرأ يقرأ في العربية، في المعنى اللغوي ديالها هي جمع الأشياء المتفرقة، ولذلك كيتسمى القاري اللي يقرأ الكتاب قاري، قرأ يقرأ لأنه كيجمع الحروف وكينطقهم نطق واحد وكتولي الكلمة كلمة. لما كنقولوا الحمد لله حنا نقرأ، فالقارئ هنا جمع الألف أ ثم قرأها إلى، يعني جمعها مع ال لم ثم الحاء ثم الميم ثم الدال، هذا علاش تسمت القراءة قراءة. فقارئ الكون إذن هو الذي يجمع عناصره، عناصر ديال الكون الإنسان كيجمعها لتقوده بعد ذلك إلى الواحد، لأن عناصر الكون هي الكثرة، كثيرة، جبال وأنهار ومياه طيور ونفس، فهذه الأشياء يجمعها الإنسان وينظر فيها كيف أنها تعبد الله. هذا الأمر ما يمكنش يتشرح، كيتشاف يرى، كيف تراه حينما تدخل إلى عالم الكون من خلال القرآن الكريم ستر، وحينئذ ستتضح لك السبل كلها على أنها
سبيل واحدة وطريق واحدة، كل له أواب لواحد الأحد فرض صمد سبحانه وتعالى. فاللهم اجعلنا من المنيبين إليك، اللهم اجعلنا من المنيبين إليك، اللهم اجعلنا من المنيبين إليك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المنيبين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكرم الله.